معنا الآن عبر الهاتف الدكتور مصطفى زمزم، وهو عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. إذا تحدثنا عن يعني هذه الخطوة وأهمية هذه الخطوة تحديدا في تقنين الأوضاع الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية في الفترة القادمة، يمكن اللي حصل دي انا بعتبرها خطوه تاريخيه في منظومه العمل الاهلي التنموي في مصر، ان يكون في شخصيه اعتباريه وكيان قومي يتبع ليه سياده الرئيس بشكل مباشر، بيضم فيه كيانات فاعله في المجتمع المدني، وايضا كيانات اعتباريه اخرى بتسهم في تطوير ودراسات فاعلة للتنمية والتنمية الاقتصادية بشكل كامل. الفكرة هنا مش فكرة بس جهود مجتمعية فردية، ولكن هي جهود مجتمعية يعني فيها عمل جماعي، فيها قواعد بيانات منظمة، فيها تشارك مع أجهزة الدولة بأعلى القيادات المسؤولة من الجهاز التنفيذي للدولة والحكومة المصرية، فيها تشارك من كل الشعب المصري لخدمة أبنائنا وأهلينا غير القادرين. احنا بنستهدف ما يقرب من 30 مليون مواطن في قاعدة البيانات، بنتكلم على مدار يمكن العام الأخير من عمر التحالف أكثر من 12 مليار جنيه خدمات ومشروعات وقوافل طبية ومشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، ويمكن في إضافة كبيرة جدا لل 36 كيان اللي أصدر بهم القرار من السيد رئيس الجمهورية بإنشاء التحالف الوطني بضم كيانات كبيرة مثل جامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام ومكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للاستعلامات، وهناك كيانات ومنظمات هتضيف كثيرا في البحث والتطوير وتقديم يد العون لكثير من الأسر الغير قادرة والأكثر احتياجا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اللي احنا بنعمل كل هذه الكيانات بتعمل بشكل يومي، وانا اقصد كلمة يومي، في تقديم الدعم المباشر والغير مباشر من خدمات طبية. يمكن يكون في عجز في وصول اجهزة الدولة لبعض القرى والنجوع والعزب، احنا بنتكلم على اكثر من 5000 قرية ام واكثر من 30,000 عزبة ونجع وتابع بتستهدفهم المبادرة الرئيسية حياة كريمة. ولكن خليني أقول لحضرتك، زي ما السيد الرئيس دايما بيذكر، أن المجتمع المدني والجامعات الأهلية أكثر وصولا لهذه المناطق، ويمكن أشاد السيد الرئيس بالخدمات الطبية المقدمة من الجامعات الأهلية وطلب تطوير هذه الخدمات والتركيز على استهدافهم للمناطق الحدودية والمناطق يمكن النائية وبعض محافظات الصعيد في منطقة الجنوب، لأن يمكن زي ما بنشوف متابعة من خلال حضراتكم التقارير اليومية اللي بتحصل، كل أعضاء التحالف منتشرين بشكل يومي بشكل منتظم ومستدام في تقديم هذه الخدمات في إسعاد الأسر وتلبية احتياجاتهم. احنا بقينا ده شيء عظيم يا دكتور مصطفى، ولكن يبقى السؤال هو كيفية التنسيق ما بين الكيانات والمؤسسات العاملة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كيف تتم؟ سؤال مهم زي حضرتك ذكرتي، هو التنسيق هو الأهم في الفترة القادمة والفترة الماضية أيضا، لأنه شكلت أمانة فنية داخل التحالف وأمانة مركزية، وهناك لجنة مؤقتة الآن بتسير الأعمال داخل التحالف برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي ومجموعة من الزملاء من أعضاء التحالف، هم القائمين الآن على إصدار اللوائح الخاصة بهذا الكيان، بإصدار اللوائح الخاصة بالتعاون، بانضمام جمعيات أخرى في الفترات المستقبلية، بكمان متابعة أعمال الأمانات داخل كل المحافظات. إحنا نملك مئات المقرات دلوقتي للتحالف من خلال الكيانات والجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف، وبالتالي هناك عمل دؤوب يتم من خلال الأمانة الفنية واللجنة المركزية للتحالف، ومتابعة لقوافل غزة زي ما حضرتك بتتابعوها بشكل يومي، قوافل ستر وعافية، مبادرة كتف في كتف، كثير من المبادرات اللي أطلقها التحالف الوطني واللي بقى لها مؤشرات أداء واضحة، يعني مش مجرد إن احنا بنقدم الخدمة فقط، احنا بنبحث عن الجودة وبنبحث عن الكفاءة وبنبحث عن تطوير العنصر البشري، وده الحقيقة الإضافة اللي بيضيفها التحالف الوطني للجامعات الأهلية، إن كل حد فينا من الأعضاء المؤسسين للتحالف بقى عارف زملائه في الجامعات الكبرى الأهلية الموجودة بيعمل إيه، بيشتغل في أنه مكان
من المحافظات والقرى المستهدفة الأكثر احتياجا، بنشارك الدولة بكل قواعد بياناتنا، ما بيحصلش تكرار أو ازدواج في الخدمة لمواطن دون غيره وما يكونش تقدمت له الخدمة. كمان عندنا قيمة مضافة بتحصل في ان احنا بقينا بندور على سلاسل الامداد للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الحرف الأدوية التراثية والحرف الإبداعية والعمالة غير منتظمة، بنستهدف شرائح المرضى اللي بيبقوا محتاجين دايما مراكز طبية أو عيادات متنقلة توصل لهم في قراهم وفي نجوعهم، وده الحقيقة احنا بنعمله زي ما قلت لحضرتك في البداية ان احنا بنعمل ده بشكل يومي ومستمر. بل بالإضافة عدد المستفيدين تقريبا، يعني لو احنا بنتكلم كده في نسب متقاربة مع حضرتك يا دكتور مصطفى، نقول كام بالنسبة للمستفيدين من التحالف؟ يعني خليني اقول لحضرتك احنا وصلنا حتى الآن إلى 25 مليون مواطن على مدار الفترة الماضية، بيقدم ليهم كراتين مواد غذائية، قوافل طبية، مشروعات صغيرة متناهية الصغر، أطراف صناعية وكراسي متحركة، وأيضا بنشتغل على فكرة رفع الوعي التوعية بقضايا زي تنظيم الأسرة، بقضايا كثيرة يمكن بينادي بها السيد الرئيس في المشروع القومي وتنمية الأسرة المصرية، اللي يمكن عاوزين نحافظ على معدل النمو وعاوزين نحافظ على عدم تآكل كل ما يتم إنجازه على الأرض من الزيادة السكانية اللي يمكن احنا شايفينها هو أخطر عنصر بيقابلنا. المجتمع المدني له دور أصيل في هذه القضية، المجتمع المدني أيضا له دور أصيل في مشروع قومي زي اللي حصل في مقاومة فيروس سي، مشروع آخر في إنشاء مراكز طبية متنقلة ومنتشرة في هذه القرى. فأنا بنتكلم على 25 مليون مواطن، احنا بنستهدف 30 مليون على مدار الأربعة. ولكن ماذا عن العدالة الجغرافية تحديدا في الوصول لهؤلاء المستفيدين من كل هذه الخدمات اللي حضرتك طرحتها في سياق الإجابة؟ عاوز أطمن حضرتك إن إحنا ما عندناش محافظة من محافظات الجمهورية، سواء المحافظات الحدودية أو المحافظات الأبعد من القاهرة، سواء مناطق زي حلايب وشلاتين او شمال سيناء او جنوب سيناء او اسوان او مرسى مطروح، كل المحافظات الحدوديه يتم استهدافها بشكل واضح ومباشر. تكليف رئاسي دايما للتحالف في كل تقاريره واصداراته اللي بتطلع بشكل دوري ان احنا بنلتزم بالتوزيع الجغرافي والعداله في الانتشار في هذه المناطق والنجوع والعزم. احنا عاوز اقول حاجه، احنا لسه راجعين من محافظة الوادي الجديد ومحافظة أسوان والأقصر، وإن كل هذه الخدمات تقدم بشكل واضح ومقسم بشكل منتظم ومستدام، إن احنا مستمرين في 27 محافظة، ما عندناش ولا مركز ولا قرية بيتم التركيز عليهم دون الأخرى. احنا بنستهدف 27 محافظة من خلال مقرات التحالف ومن جمعيات التحالف 36 كيان الموجودين، إن احنا بننتشر في هذه المحافظات بشكل مستمر بشكل يضمن الأحقية لكل مواطن والأولوية في خدمته دون أن يتم التركيز على المناطق الأقرب مثلا، ويمكن ده حاجة بتغطوه معانا حتى وصلنا إلى شمال سيناء أو رفح أو الشيخ زويد وتقديم خدمات تعليمية وخدمات طبية وخدمات تنموية. يمكن الحمد لله ما عندناش منطقة عجزنا عن الوصول أو لا قدر الله حصل فيها تأخير لتقديم الخدمة، ويمكن مؤخرا في شهر رمضان الماضي كنا بنوزع ملايين كراتين المواد الغذائيه للاسر كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه والسيدات الارامل وخلافه من الاسر اللي ممكن تكون ما عندهاش عائل او ما لهاش مورد ثابت والعماله الغير منتظمه، وصيادين في بعض المناطق او المحافظات اللي يمكن عندهم مشاكل في موارد الرزق بتاعتهم او سلاسل الامداد عشان نساعدهم في تسويق منتجاتهم او بيعها او حتى تصديرها. وده يمكن اللي بينضم لينا جديد كمان جهاز تنميه المشروعات مع مكتبه اسكندريه مع جامعه القاهره، ان احنا بنضم اليه لتطوير وتحديث الصناعه الصغيره ومتناهيه الصغر، وبنهدف الى تطوير ايضا فكره الحرف الادويه التراثيه، واللي يمكن دايما سياده الرئيس في معارض زي تراثنا وديارنا بيؤكد للمجتمع المدني ان انتوا قادرين توصلوا وقادرين الحرف دي ما يتمش اندثارها او تراجعها واختفائها من مصر، لان مصر مميزه بهذه المنتجات الجيده. صحيح، وجزء من هويتها. طيب دكتور مصطفى، فكره توزيع الادوار ما بين المؤسسات في منظمات المجتمع المدني وتحديدا من خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، ازاي بيتم توزيع الادوار على حسب متطلبات مثلا كل محافظه ولا بتتم على اي اساس؟
خليني اقول لحضرتك ده عنصر مهم جدا لاتباع العناصر او الموارد البشريه اللي موجوده في كل مؤسسه، وايضا مبني على بحث علمي حقيقي، بمعنى ان لدينا مراكز بحثيه ومراكز تطوير اعمال داخل كل كيان دلوقتي من هذه الكيانات 36. النهارده انا اقدر اقول ان مؤسسه بهيه مثلا على سبيل المثال متميزين في خدمه او علاج سيدات مصر من سرطان الثدي، فانا لما بنزل القافله انا مركز على ان مستشفى بهيه هي معايا في هذه الجزئيه، مستشفى اهل مصر متميزين في الحروق، مستشفى الدكتور مجدي يعقوب متميزين في علاج امراض القلب، مستشفى الناس لعلاج الاطفال من نوع اخر من الامراض الخاصه بالقسطره او تركيب الدعامات، مصنع الخير لديهم تميز في مجال العيون ومجال القدم السكري ومجال مراكز الاستدامه، جمعيه مصر الخير لها تميز في الغارمين ومكافحه ظاهره الغرم اللي انتشرت للاسف في الفترات الماضيه، والحمد لله بدا ندرس ايه اسباب هذه الظاهره وانتشارها، وبالتالي قضاء على اسبابها، مش فكره العلاج فقط او ان انا اسدد واحميهم من السجن. جمعيه رساله لديها قاعده كبيره جدا من المتطوعين وصناع الحياه والارمان، وكل جمعيه من هذه الكيانات العظيمه المحترمه التي لديها تاريخ من العمل الانساني يزيد عن 30 و40 سنه بيكتملوا مع بعض، بيعملوا سيمفونية في العمل التنموي الخيري بشكل يليق بحجم مجالس إداراتهم ومتطوعينهم وموظفينهم، اللي يمكن احنا نمتلك قاعدة بشرية تتعدى 250 ألف موظف ومتطوع. وبالتالي تنسيق هذه الجهود في النسبة التنافسية لكل مؤسسة أو كل جمعية بيكمل الآخر، فبقى عندنا خط مباشر وواضح في تقسيم الأعمال، مين اللي عنده نسبة نسبية أقوى من الجمعية الأخرى أو بيكمل، مش فكرة الأقوى، هي فكرة التكامل هنا في القضايا الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. ضم لينا جامعة بحثية وجامعة لها ترقيم أو يعني رقم عالمي بين الجامعات زي جامعة القاهرة، انضم لينا مكتبة زي مكتبة الإسكندرية، الهيئة العامة للاستعلامات، جهاز تنمية المشروعات، هذه الكيانات الضخمة تقدر تضيف لينا العنصر البحثي والعلمي، هناك كيانات تضيف لينا العنصر البشري والمتطوعين، هناك كيانات تضيف لينا الخدمة الطبية المتميزة. في كل محافظة من محافظات مصر نمتلك مكاتب، نمتلك مراكز طبية لدينا كمؤسسات، نمتلك موظفينا ومتطوعينا، وبالتالي كل هذه العناصر عشان تبني منظومة ناجحة للتنمية وللتطوير والخدمة المباشرة للمواطن أكثر احتياجا اكتملت في 36 كيان. لو حاجة تبصي على تشكيل 36 كيان وتميزهم كل واحد في مجال مختلف بيكمل الآخر، قادرة تقولي ان انا خارجة من هذه المنظومة، انا ما عنديش عنصر مفيش حد مش ممتلكه، وممتلكه بأدواته بالكامل ومبني على مؤشرات أداء ومؤشرات قياس واضحة وقائم على استثمار هذه الموارد. صحيح، وكل هذه الأسباب يعني تتجلى بشكل واضح في النتائج الملموسة من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. دكتور مصطفى زمزم عضو التحالف، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.